وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة؟ إذا كان الغالب على أفعاله مخالفة السنة، مثل يقيم الموالد، نعم، ويدعو غير الله، هذه بدعة مكفرة، دعاء غير الله هي بدعة مكفرة، ونعم، ويسب الصحابة، يسب أبا بكر وعمر، رافضي خبيث ليس من أهل السنة. أما إذا حدث منه بدعة واحدة وهو بدعتان أو ثلاث وهو سني، فأرجو أن تغمر فيما له من الفضيلة، والله المستعان. المهم يا إخوان، يخرج من دائرة أهل السنة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة، والله المستعان.